مشاهدين قناة معدات صغيرة وبسيطة، أهلا وسهلا بكم، وأحد المشتركين ومشتركات الجدد معنا ألف مرحبا بكم معنا. إذا مشاهدين الكرام، أختص لكم هذه الحلقة بصنع بعض الورود اليابسة يمكنكم التزيين بها في الأماكن الخاصة بكم. فأول حاجة أقوم به لصنع بعض الورود البلاستيكية اليابسة، وتم عملية تصميم الشكل الذي أريد صنعه، ثم أقوم بالفصالة وتركيبه على الشكل المراد، صغير في محيطه السفلي وكبير محيطه العلوي حسب ما ترون. بعد قياس الباكيتات الخشبية الرقيقة على خارج الفاز، أقوم بلصقها على الحروف وإنهاء الباكيتات جيدا وملء الفراغات بالمعجون، ثم أتركه يجف. أترككم لمشاهدة الفيديو وأعود بعد قليل. We'll be right back.
إذا مشاهدين عدنا إليكم، ووصلنا الآن إلى الرش بالرمل، وفي اليوم التالي إعادة الرش بالرمل، ثم بعد يوم آخر أقوم بدهنه بالمساك الخشبي وملؤه بالحصى المبلل بالمساك الخشبي، ثم دكسه بدقة ومتانة. وفي اليوم الآخر أقوم بملئه أيضا على الواجهة الأخرى من الواجهات الأربعة، فكل جهة ولها يوم، وإن كان العمل في حرارة أو في شمس، فعمل في الصباح والآخر بعد الزوال. لحظة ونواصل الشرح. Thank you.
بعد إنهاء الباز من الرش بالرمل مرتين والملء بالحصى للواجهات الأربعة وأصبح الجاف من الرطوبة، أقوم بطلائه بالبرنيز عديم اللون أو حسب اختياري، ثم البرنيز اللامع من أجله بجماله، وأتركه يجف ونزول وتزول رائحة السيلولوزيك أو السانتيتيك، ثم أخذ قياسات بداخله وأقوم بتقطيع اللوحة الورقية وتقطيع الدائرة من الوسط. إذا المشاهدين كما ترون إنهاء اللوحة الورقية، وأقوم بفصلها على الآخر لأضعها على الباز. مشاهدين تابعونا في الحلقة القادمة لتروا التتمة، وشكرا على المشاهدة.